الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، مبروك يلي باسمها سقت الأبيات، ترقية نقلة، مبروك يا تغريدي يوم على مالي. صفر خمسة خمسة أقبل علينا العيد عيد المسرات، جوال صفر ستة وانت نجاحك يا الله عيد ثاني، وانت نجاحك يا الله في عالم الصوتيات. ليس الوحيدون ولكن الأقدم، خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواهب. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح، مبروك يا اللي اسمها ست الأبيات، مبروك يا تغريدي يوم على شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب.